من غازي عنتاب معي أنستازيا مطر من وحدة تنسيق الدعم في الائتلاف الوطني السوري. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة أنستازيا. هل ممكن أن نعرف من حضرتك عن الإحصاءات التي حصلتم عليها فيما يتعلق بأعداد النازحين وجهة وصولهم؟ تمام، مساء الخير لحضرتك ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا. بالبداية بحب أني أقول وتعقيبا على تقريركم أن وضع المخيمات بالشمال السوري مأساوي جدا، وخاصة بعد العاصفة الثلجية الأخيرة، حيث توفى البارحة في تجمع أطمة طفلان حديثا الولادة، أحدهما عمره 4 أيام والآخر 12 يوما بسبب البرد. كما توفي منذ أسبوع تقريبا طفل عمره 8 سنوات ضمن تجمع أطمة أيضا نتيجة البرد والاختناق من مدفأة الكاز التي أشعلها أبوه ليلا للتدفئة، فاحترق كامل الأكسجين في الخيمة، مما أدى إلى اختناق الطفل ووفاته. هاي بشكل عام بالنسبة للمخيمات. أما بالنسبة للعائلات النازحة من حلب، فغالبية العائلات التي خرجت من مدينة حلب استقرت في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشمالي. وثق باحثو المخيمات العاملون لدى وحدة تنسيق الدعم وصول حوالي 200 عائلة إلى تجمعات قاح والرحمة وأطمة، واستقر العدد الأكبر منهم ضمن تجمع قاح. كيف وضعهم هؤلاء؟ الوضع على الأقل عندما نتحدث عن تم تقديم أيوة. كيف وضعهم؟ أيوة. على الأقل إذا ما تحدثنا عن تجمع قاح للعائلات النازحة. أم تسمعيني؟ نعم تفضل. أيوة تمام. حيث لم يتم تقديم أي خيام للعائلات النازحة، واضطرت للاستقرار في أماكن سكن جماعي أو عند عائلات مضيفة. الأمر الوحيد، الشيء الوحيد اللي حصلت عليه هاي العائلات هي سلال غذائية، معظمها حصل على سلال غذائية وليس كلها، وفقط 23 عائلة حصلت على سلال طوارئ من منظمة الهلال الأحمر التركية، هيئة شؤون المهجرين ومنظمة إيهاها التركية، التي تتضمن بعض الثياب الشتوية، السنجات وبعض الحرامات وعوازل مطرية فقط. ما الذي ترصدونه فيما يتعلق بالوضع أثناء نزوحهم؟ عن أي تحديات نتحدث هنا سيدة أنستازيا؟ تمام، بالنسبة لأهم التحديات أو أهم الأولويات للعائلات النازحة وللنازحين، هي حصولهم أول شيء على خيم وعلى عوازل مطرية، بالإضافة إلى وقود وتدفئة. يعني أهم شيء يحصل عليه هو مدافئ ووقود لهذه المدافئ. هلأ الوقود الأكثر استخداما ضمن المخيمات هو المازوت والكاز، ونسبة قليلة من المخيمات تستخدم الحطب، ولكن يعني الكاز هو منتشر بسبب رخصه وعدم قدرة العائلات النازحة على شراء المازوت لأنه أغلى سعرا. فبنتمنى من كل المنظمات والجهات الفاعلة اللي بتقدم استجابة ضمن المخيمات أن تعمل خلال الفترة القريبة القادمة تأمن وقود تدفئة ومدافئ، لأنه في أطفال عم يموتوا من البرد القارف مع الأسف. هو الكاز أكثر ضررا كوسيلة لتدفئة. نعم. القصة اللي ذكرتها أنه في طفل عمره 8 سنوات صحيح. توفي بسبب البرد وبسبب الاختناق صحيح. فالكاز هو مضر أيضا يعني، فياريت نعم. الوقود اللي بتم تقديمه يكون وقود المازوت، لأنه هو صحي أكثر ونوعا ما رح يسبب احتراق الخيام والاختناق لدى الأطفال بشكل خاص. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. من غازي عنتاب أنستازيا مطر من وحدة تنسيق الدعم في الائتلاف الوطني السوري.